تكاد تسمع ضحكات أطفال الزمن الجميل بين هذه الأزقة، تغمرهم السعادة وهم يمارسون ألعاباً بسيطة تعطيهم دروس الحياة الأولى. فلنكتشف بعضاً من هذه الألعاب في هذه المدينة العتيقة. كانت كما تصبش الشتاء فترة طويلة، مثلا الصغيرات يعملوا لهم العصية يلبسوها كل عروسها ويبدأوا يدوروا بها، يخرجوا النساء يرشوها يبلوها بالماء ويبدأوا الصغيرات يغني أمك تنقو شهلولة إن شاء الله تروح مبلولة. أمك تنقو شهلولة شلتلولة، أمك تنقو شهلولة شلتروح مبلولة. ما نجموش قبل نشريو بسكليت، شكون عنده باش يشري بسكليت؟ كانت ترونتينات، ناخذوا ثلاث عجالي من عند السكليس، ثلاث عجالي حديد هما، ونصنعوا واحنا، نمشيو للنجار ناخذوا لوحه، فهمت كيفاش؟ وهذيك يعني هي تتسمى قول كهرباء، مش حتى مش بسكليت. احنا كنا قبل الجديده نعملوها في العيد الكبير. كي نذبحوا العلوش تعطينا امي معناتها كشويه لحم ومعك المقيفل وكل كوينن باش نطيبوا، تورينا الفيح كل واحد تورينا كيفاش نفوحوا وكل واحده شنو اللي طيب كي تطيب اللي هي معناتها نذوقوا اي شكون انا هي ماكلتها ابا. ألعاب الفتيات هادئة في الغالب، لكن اللعبة التالية فيها تنافس أكبر وتتطلب مهارة وتركيزا أكثر. ناخذ ثلاثة بنات ولا أربعة بنات يعني أصحاب نتاع الحومة، جيران الحومة الكل نلعبوا مع بعضنا، ونختاروا إحنا بعضنا نهم ثلاثة من الناس ولا أربعة من الناس بعد بالتور. كيف نحطوا الخمس كعيبات؟ ناخذوا الخمس كعيبات كل واحد يعمل يلعب هكا خمس كعيبات، يعني فما اللي جاه اثنين، فما جاه ثلاثة، اللي جاه أربعة، اللي جاه أربعة هذيك تبدأ تلعب. تواصل مباشر بين الأطفال وتفاعل ملموس يحفز الحواس، وهو للأسف ما لا توفره الألعاب الافتراضية اليوم.